السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ طيبين؟ مرتاحين؟ يلا انت حييهم. ابو جواهر زمانه مسيكم بالخير ويقول لكم حياكم الله، وين الناس؟ ما شفناكم، الله يطول عمركم، انقطعتوا عنا، الله يهدينا وياكم. وين الناس؟ وينكم يا ناس؟ تسني ذاك السامج الحوطي اللي بالكيك. يلا نحييهم. كيف الحال يا شباب؟ شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. فيديو استكمال فيديو المحل، سواليف يعني ما يخص الالعاب، يعني ما غير سوالف ودردش، يعني شباب كلهم نزل سواليف. فانا اتكلم لكم عن فيديو اول شغله اشتغلتها في حياتي. الفيديو هذا فيه مواقف مضحكه، فيه مواقف يعني نقول ان شاء الله انه فيها تدبر. يعني فكرة الشغلة هذه اني ايام الكلية 1417 كلام هذا او 1418 تقريبا، كنا شلة، انا وبدر عتيبي وعبد الله العمري ومحمد العطوي وعبد العزيز السبيعي، نحب ساعة صدر، نحب الكورة، نحب الوناسة. فيوم الايام قالوا عيال بنروح ثمامة نلعب دبابات. يلا، ذاك الوقت كان الوالد يعطيني يوم الجمعة، يعني كل اسبوع يعطيني 200 الى 250 وعندي مكافأة أنا من الكلية 990 ريال، أنا قسم علمي ذاك الوقت. خلصنا ذاك اليوم اللعب، واللي معهم سيارات أنا معي كابرس 89 شيء يحب قلبك، طلع بطاقة جمركية جاي من أمريكا ذاك الوقت، وبدر مع ديتسن. فبعد ما خلصنا ها نبي ايش نلعب، والله ساعة صدر وناسة، ها وش نسوي وش نسوي؟ يلا خلنا نلعب. لا خلها بكرة احسن. يلا ها وش نسوي؟ قلت والله انا ما معي فلوس. قال بدر انا مثلك ما معي فلوس، شو ندبر انفسنا؟ يلا اجل عندي لك شغلة. وشو؟ خلنا نحمل ركاب. ايوه، يعني اول شغلة اشتغلتها يا ابو جاهر تحمل ركاب، يعني كداد يا ابو جاهر. ايه يا ابوي كداد، هيا ابوي كداد. كداد يا ابوي كداد خط البلدة. اجي قط العمار. رحت انا وياه للبطحة، قال ها ايش رايك نحمل البطحة الحرج من قاسم؟ قلت يلا والله، لان ما اعرف شيء انا. فرحت انا وياه حملنا من البطحة الحرج من قاسم. كانت اجرة الراكب ريال ريال، الله يرجه من البطحة الحرج. قلت الله يرجك يا بدر، يبينا اسبوع على ما نجيب حق الدباب. اقول دونا شغله ثانيه، مشوار ثاني. قال اجل خلاص، مشينا نحمل الخرج. قلت يلا قدام. والله اجي انا مستحي ما اعرف شيء، خارج الا جاء واحد من الركاب، تدري الخرج؟ قلت يود الخرج. قال يلا بركب معك. يوم شافني اصوت بصوت خفيف قال انت جديد؟ قلت اي والله جديد. قال صوت بصوت عالي؟ قلت والله اني ما اعرف. قال اجل قد والله وقعد في السياره ويقعد هو يصوت بصوت عالي وجمع لي الركاب. قلت انا كم الاجره؟ قال بعشره للخارج. قلت بعشره للخارج 100 كيلو؟ قال اي والله بعشره، وشوف كل السواقين يحملون بعشره. قلت يلا والله. وصل الخارج وينزلون السعودي ذا، اخذت منه 5 ريال لان رجز خير ما قصر حمل لي الركاب. وادهرت انا وبدر ما غير نحمل الركاب، لو بغينا ننبسط نتعشى بس. سبحان الله، والله العظيم انها فيها بركه. الريال يبطي، والله العظيم ما ينصرف يعني بسهوله، يبطي الريال، اقسم بالله انه يبطي. عقبها قعدت 4 سنين مدهر على شغله المكده، فقلت انا خلني اجل اوسع نشاطي واروح اطلع برا الخارج. فقلت خلني اروح اودي القصيم، اودي الدمام، اودي مكة مدينة، انا ما اكتفي مشوار واحد. صرت اروح للموقف حق اللي ورا الطازج، اللي في البطحة اللي ورا الطازج، اللي الموقف العام، واروح اطلع مر هناك وابدأ احمل المشاوير. لين جاء ذاك اليوم انا مستحي قاعد مع شايب من الكدادين حربي اسولف اياهم دردش. جاء شايب
مع أربع حريم أنا أذكرهم. فقال جمع السواقين عليه أنا معي عائلة يقول الشايب وأبي يروحون أبي أوديهم القصيم مشوار. اللي قال له ب900 اللي قال له ب8 اللي قال له ب1000 اللي قال له شوية طلع. أنا شفته تركهم ترك ذولي وجاني أنا والشايب قال تودون القصيم؟ قلت له والله ندي القصيم. قال وراكم ما جيتوا معهم؟ قلنا والله تجمعوا وصراحة عائلة ما نبي عائلة. قال ليش ما تبون عائلة؟ أنا قلت له قلت أخوي مسؤولية وكذا ما يصلح. قال خلاص الشايب توديهم؟ قلت لا لا ما نوديهم. قال أنت توديهم؟ قلت والله لا لا والله ما وديهم. قال ليه ما توديهم؟ قال تراهم قال لي ب900 أنا بعطيك 1000 توديهم؟ قلت هي ما عندي مشكلة 1000 ريال بوديهم. قال خلاص أبيك توديهم المكان فلاني 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 وتراهم أمانة. قلت أنا والله أنا أخوك أنا ذال من موضوع الحريم لأنها عارف أنها ما لها مسؤولية. فسبحان الله أعطاني 1000 سلمني إياها قبل ورحت والله وديتهم. فلي سويت أنا أول ما ركبت رحت عدلت المرايا هذه رفعتها لفوق عشان والله ما أناظرهم عشان ولا يدخل إبليس ويقعد يهوجس يفكر. وكنت في ذاك الوقت حاطن أشرطة حاطن أشرطة مصري إذا ركب مصاري شغلتهم مصر إذا ركب هنود شغلتهم زمانة خرابي. أقولكم منوع كل شيء إذا ركبوا السعوديين شغلت لهم شو اسمه محمد عبدو طلال مداح ومزعل. أعوذ بالله. وإذا ركبوا معي مطابعة في ذاك الوقت شغلت القرآن. فسبحان الله فشغلت قرآن يعني ذاك الوقت يعني كنت جاهل يعني أنا أقول كيما كنت جاهل يعني وكنت مراهق. صريح ما فيه. كنت جاهل ذاك الوقت وزي ما قلت لكم يعني مراهق. والله ما كان الحمد وصلتهم للبيت وصار والله العظيم يدعون لي الله يجزاهم خير وخذوا رقم جوالي قالوا يعني لو فرضا في مشوار زي كذا نبيك تودينا. قلت أبد ما في مشكلة. فالحمد لله يعني ما أجمل أنك تكون ثقة وأنك الناس تثق فيك يعني وتعتمد عليك. هذا الحمد لله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فهذه السالفة الأولى. السالفة الثانية ايش أقول لكم ركب معي رجال زوجته حلو وبعد ما ركبوا معي قالوا ودنا الديرة الفلانية مشوار. قلت خلاص والله وسولف أنا 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 والرجال قدام هو والحرمة وراء أسولف ودادشون إياه شوي إلا واحد ينغزني من وراء أنا أقول أركب الها يا ولد. قالوا وش فيك؟ قلت أنا وش فيني؟ الظاهر المسمار حق المرتبة نغزني من وراء ولا أضف المراية هلا والله الله يكرمكم ملعون تلت سلب قعدت ورا تنغز فيني يقول الدمي بصاحية. غير كذا أنا أضرب المراية تعرفون اللي لابس يعني لابسة متغطية هي لكنها عيونها تضحك. فلا يحوذ بالله أبي مزي الخبرة ذي مش بيها تنغزي ايش تبي. معلي صريح. الحين زودوا شايفين الآن هذا ميقات السيل هذا ميقات اللي يحرمون من الحجاج لأهل الوسطى. هذا مخيم الجوازات زي ما شايفين مخيم الجوازات. هذه محطة بنزين هذا مخيم الجوازات شايفين الآن. هنا هذا نقطة تفتيش السيل إذا قال نقطة تفتيش السيل كانت هنا سابقا كانت هذا مكانها. فأنا شو سوي إذا حملت الركاب من السيل نزلت بهم من عند المحطة اللي من هنا وجيت من وراء الحارة هذه مع طريق نفوت وأمشي بهم أمشي أباري الطريق العام لين أتعدى نقطة التفتيش. فيه على اليسار هنا بالضبط فيه برج اتصالات. أجي أنا وش أسوي؟ أنزلهم عند برج الاتصالات أو قدام أو هنا أو في المنطقة هذه أنزلهم يصيرون قريبين من العقم. نظروا العقم هذا عقم حلو فوقه شبك الشبك هذا حطينا فوق. هذا صار لي فيه موقف. الموقف الأول حملت من السيل باكستانية يوم حملتهم وجبتهم مع الدرب هذا ونزلتهم هنا. شو سوي أنا أنزلهم بشنطهم بأغراضهم عشان إذا عودت
عود فاضي مع الدربي هذا واجي مع نقطة التفتيش. لا قالوا شو نقطة التفتيش فاضي؟ قال تفضل. لا جيت مع نقطة التفتيش تعديتهم آخر أنا ماخذ جوال واحد منهم أدق عليه أقول له أطلعوا أطلعوا ليش؟ أقعد صاحي عليهم أنا عشان في الطريق دوريات الأمن الطرق دوريات الجوازات رايحة جاية. فأنا عشان ما أمسك لأن يأخذون على الراكب اللي بدون تصريح يأخذون عليه 1500 ريال. فأنا معي صالون جمس فيه 15 راكب وتخيل 15 من 1500 يعني كم ضربة يا ولد. ولا تطلع من السجن لا مسكوك ليه تدفح اللي صار. دقيت عليهم اطلع اطلع يوم رقوا مع الشبك جايين مرتاعين حلو المفروض يركب قدام ثلاثة والمرتبة اللي ورا خمسة ورا سبعة المرتبة الثالثة مع شو اسمه انا فتح على بعض مع الشنطة اللي صار ركب قدام ستة وانا السابع واحد منهم ركب في حضني الله يلحن ابليس تخيل ركب في حضني وهو محرم وخر يا شذ وخر وخر يا المكس يا وسخ وخر ويقدر يضحكون عليه يضحكون يا وسخ وخر يا قذر هذا من المواقف اللي ما انساه في حياتي. والموقف الثاني ركبت هنود وبنقالية يوم دقيت عليها وقلت اطلعوا انا دقيت هكذا صاير اطلعوا اطلعوا واحد من البنقالية جاء برتاع ومستعجل فتعلق حرامه في الشبك فطاح حرامه طلعت حورته في الشارع في المكس اكسل في الشارع ويقول سكيني يضفف حرامه يسكر خط خط الله يرجك خط خط الله خذ الله يرجك يا موقف ما ينسى صراحة يا ربي يا هذا احدى المواقف صراحة الممتعة. بعدين يجي مشوار مشوار اللبنانيين مشوار اللبنانيين هذا غريب شوي اللي صار هذا يوم في يوم من الايام يوم 29/11 جيت الظهر موقف البطحة على اني بحمل مكة ما قدرت احمل ما لقيت ركاب جاء العصرية جيت العصرية ولقيت اثنين شباب يعني واضح انهم من الشام يعني مروا على السواقين كل السواقين ما اتفقوا معهم انا استغربت يعني ايش السالفة لين جو عندي وجو عندي قلت وين رايحين؟ قالوا مكة قلت خلاص اوديكم مكة معكم اقامات؟ قالوا لا احنا جايين زيارة عمرة قلت يعني متخلفين يعني زيارة عمرة المقصد انهم جايين شو اسمه عمرة زيارة في رمضان وتخلفوا ما راحوا فهم شو يسوون يقعدون للحج عشان يحجون يعني فقلت خلاص اوديكم كم تودينا؟ قلت اوديكم 50 راكب الواحد لا كثير ولين اياهم لين الزراعة 350 قلت خلاص الحين العصر صح؟ قلت وين بيتكم؟ قال لي بيتنا هنا قلت جاركوا والله واركبهم وروح اعرف بيتهم قلت الوعد الساعة 12 ايش؟ 12 بالليل ليش؟ يقولونهم قلت لي مغزى من الكلام انا شكرتي 12 المقصد في ان زي ما تعرفين ان قبل الحج يكثفون نقاط تفتيش يعني تلقى 10 نقاط تفتيش في الطريق فاجي 12 عشان القى الناس كلها نايمه نقاط تفتيش العساكر نايمين وكذا فحملتهم جت الساعه 12 لقيت عجوز اوكي ومع بنتين شباب اخوات اثنين ذولي طلعوا لبنانيين يعني طلعوا سنه يعني في ذاك الوقت فحملتهم المشوار هذاك سبحان الله مشوار تسميع بتقولون كيف هاللبنانيين جايبين معهم الظاهر شنط والظاهر كلها أكل وأمهم العجوز أم أنور لأن ولدها كبير اسمه أنور ما غير أنور إدي سوا قهوي قهوي حلوة قهوي يا
قلت اسمهان ذي ما اعرف ادي سوا قهوي والله هو تعطيني قهوه تركيه ثقيله يا ولد والله ما تخلي الواحد ينام فيقفون الظاهر شوي طلع لا انور ادي سوا كنافي يلا كنافي خذ كنافي وشوي لا عبد الله سمي يا خاله في فاكهه تبي فاكهه قلت لا والله شكرا لا لا خذ خذ فاكهه لا لا شكرا خذ 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 فاكهه والله وتعطيني تفاح تعطيني فراوله تعطيني يا ولد وش ذا يا ما بقى شيء ما اعطوني اياه والله العظيم يا شيخ مشروع تسمين ثاني شيء اذا جينا مع نقطه التفتيش العجوز هذه غريبه تقعد تدعي والله العظيم ان نعدي نقطه التفتيش كانها ما كان ما في نقطه تفتيش قسم بالله لين جينا نقطه التفتيش حق الطائف جينا نقطه التفتيش حق الطائف سبحان الله عدونا يا شيخ هذيك معنا هذيك غثيثة شوي لكن والله العظيم عدوناها بطريقة غريبة لين جينا الميقات ونزلهم وأحرموا بعد ما أحرموا قلت يا منور قالت واحد في بقلد اللغة اللبنانية ها ها أبري ها حلو ها أبي الزبدة قالت ها يا ابني قلت يا منور ترى الحين هذه أخطر نقطة ان عديناه خلاص اتمنى ان شاء الله دخلنا مكه والحرمه والبنات يقدرون يدعون يا رب نعديها يا رب يا رب نعديها ونجي عند العسكري سبحان الله يوم جينا قال عطني الاقامات والله هو قلت يا انور عطني اقاماتكم والله هو انور قاعد يجمعها من عند امه يجمعها شويه قال عسكري ما حمي اقامات قلت ايه ما حمي اقامات قال وين اثباتك قلت هذا واعطي اثباتي قالي من الرياض قلت هي والله من الرياض قالي يلا يلا توكل على الله خذ اثباتك توكل على الله والله نعدي سبحان الله ما قد مر علي حتى سبحان الله في سهولة ذاك العسكري اللي عدانا حتى ذيك النقطة التفتيش الغثيثة في يوم قلت مد العجوز خلاص تعديناها ودخلنا ان شاء الله مكة وتقعد تدعي ويقعدون ما خلوا يا شيخ شيء ما قالوا سبحان الله حتى يوم صلى مكة عطوني زي زيتون عطوني تريكة زي زيتون الله يجزاه خير والله يا شيخ هذاك المشار الزين هذاك مشروع تسمين بقوة ما بلا اركب معك باكستانية غثة وقسم بالله يا شيخ ثاني شيء باكستاني غريبين يشترون عصير تفاح اللي هو راني ذا كبير ويسبون لهم نعبليش وانا قاعد معهم يعطوني يا ربي هذا احد المشاوير الحلوه صراحه في مشوار صراحه هذه اللي انا شو اسمه مسكت فيه لكن قبل اللي مسكت فيه بقول لكم عن المشوار هذا مشوار جاء واحد من السواقين تعرفت عليه في الميقات في السير جاء ذاك اليوم قال ابو جواهر قلت سم قال فاضي الحين قلت ايه قال في باصات ما احمد صريح نبي ندخلها قلت يلا قدام والله والرجال قاعد يجمع سيارات هو قاعد يجمع سيارات وجيت انا وياه وشفنا الباص الا والله رجال وحريم باص يعني حمله تخيل حمله جايه من دوله ثانيه من دوله ثانيه لكن ما معهم تصريح يبون احد يدخلها فانا جيت اتنور واتفقنا ست سيارات واحده من السيارات سياره خوي اسمه مفلح فاللي صار حملناهم و انا امشي وراهم ما جيت مع الدرب حقي انا امشي وراهم لانهم قالوا نبي نمشي سوا فجينا مع طريق الجموم من عند الزيمه لفينا مع طريق الجموم وبتلنا سيده على ان في درب اللي بيطلعنا عليهم ولا ادري ايش السالفه صراحه انا قدام ورا حريم مليان سياره الصالون عندي مليان حريم وقدام معي ثلاثه رجال وفي حريم وفي رجال ورا بعد اللي صار اني جينا مع درب ثانيه اول مره صراحه يمر علي من عند الجموم من هناك بيدخلونا قطع كذا مع الدرب لين يوصلنا للشرايع يوم جينا دخلنا مشينا 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 وضيعنا يوم ضيعنا اللي لقينا تخيلوا دخلنا نفوت والله ما في احد ظلام ظلام شوي لقينا حجاج في الظلام ذا يولد فيكم قال جت جيوب الاماره ومسكوا شو اسمه صاحب السياره اللي كان شايلنا يوم قال مسكوا وجينا الروعه وجينا يا شيخ الرعب اللي ما بعده رعب خويه مفلح النوب تسوى راح الله يرجه
قال لهم انزلوا انزلوا خليني برجع عليه انزلوا 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 والله ينزلون لما ينزلوا ينزل الحريم ويكفخ ويخليهم نزلهم في اسمه في البر تخيلوا يا يقدرون يصايحون الحريم يقدرون يصايحون الجيل يوم صاحوا سووا والله نصهم اصلا عندي الجم سنة مليان نصهم يمكن سبعة ركبوا معنا قلت اركبوا اركبوا خلاص يعني ما عاد فيها لازم اركبهم قلت اركبوا اركبوا والله يركبون معي ويركبون مع واحد الثاني يوم ركبوا معنا فهذا من المواقف انا لا اتكلم عن عنصرية ولا اتكلم شيء لكن هذه احدى المواقف اللي صارت لي وسبحان الله يعني حبيت اني اذكرها مع الروعة كلنا الان نبي نسلم نبي ندخل مكة ندخل مكة مشوار غثيث غثيث بقوة ويمشي الا هم يقولون يا علي يا حسين يا علي يا حسين يسر امورنا زي كذا ان الحين في موقف يعني صراحة لا نحسد عليه فإن يعني لا نطلب لوجه الله سبحانه وتعالى يعني نبغى النجاة من الله ما نبي من أحد غيره لا علي ولا حسين ما حد يعني راح ينفعنا في هذه اللحظة إلا ربهم سبحانه وتعالى فقلت ميدهم توكل على الله سبحانه وتعالى فلا تدعون إلى الله اطلبوا النجاة والدعوة من الله سبحانه وتعالى لا تطلبون من غيره هذول عباد لا يقدرون على منفعة أنفسهم وهم الآن في قبورهم لا تدعون الله سبحانه وتعالى فصاروا يقولون يا الله يا الله فسبحان الله رجعنا طلعنا من البر ما مسكنا من الأمارة وعدينا هالموقف الغريب ودخلنا مع درب ثاني سبحان الله اللي دخلنا مكة ونزلناهم عند الفندق ليبونه يوم نزلنا والله وجيتنا اشيك على ذكركم على وساخة الحجاج ذيك اطلعها انزلها شوي الا والله واحدة من الحريم اللي كانوا راكبين وراء وسوت شقت ديكور الباب الجدار مو جدار الرفرف اللي وراء ديكور من داخل شقته لين السماعة كنت اعوذ بالله وش عشان وش السبب كل هذا عشان قلت لا تدعين ولا تلتجئين الآن إلى الله سبحانه وتعالى